مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله السادسه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لنهائيات اليورو. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وبكده تكون انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المراحل الثلاثة لتنسيق القبول بالجامعات، وبيتبقى فقط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الأول وطلاب الدور الثاني. النهاردة هتنظم محافظة الجيزة احتفالية كبرى لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية للتيسير عليهم ولمساعدتهم في إتمام زفافهم واستكمال ما ينقصهم لتجهيز منزل الزوجية والإدخال الفرحة على قلوبهم، وده في إطار مبادرة هنكمل فرحتهم بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع خمس مباريات قوية في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في ألمانيا، من أهمها مباراة منتخب أرمينيا مع منتخب كرواتيا الساعة 7، وبيلتقي منتخب البرتغال مع منتخب لوكسمبورغ الساعة 10 لربع. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب لاتفيا مع منتخب ويلز.